جراحي بقى. يعني في حلين، في حل بره ان هم بيحقنوا في الاورده، بيبقى حاجه زي جلطه صناعيه في الوريد، بس طبعا الحل ده يعني نسب نجاحه مش عاليه قوي وما بنحبذوش. احنا عاوزين نتكلم الحل عن اللي الحديث بنجيبه بقى. من الاخر اللي هو حل الدعامه. في نوعين من الدعامات، الدعامه اللي هي قبل النفخ والدعامه القابله للسائل. انا من خلال خبرتي ومن خلال شغلنا، يعني احنا بقى لنا حوالي 15 سنه في المجال ده، بنفضل الدعامه القابله للسائل لسببين. اولا رخيصه بالمقارنه بالثانيه، ثانيا الضمان بتاعها مدى الحياه، تانية 5 سنين وممكن يحصل فيها اعطال ميكانيكيه ومشاكلها كتير لما انا عاوز اعمل حاجه وانساها. الدعامه دي من ماده، ماده سيليكون. مادة سيليكون ده اللي هو مستخلص من الرمل، الرمل ده اللي هو ثاني اكسيد السيليكون، اقرب حاجه للطين اللي هو جسم الانسان. طب دي هتتزرع هيخلي العضو دايما في حاله انتصاب؟ لا بيتفرد ويتني. تمام. حاله انتصاب ده اللي هو بتاع زمان، كان بيتعمل حديد او بيتاخد ضلع من الضلوع زمان في الستينات والسبعينات، لكن بدايه من الثمانينات بداوا بقى يفكروا في تطوير الحاجات ده، بيبقى عباره عن حاجه زي السيليكون اللي بيتحط في مسدس الشمع اللي بنسيحه ده. ما زي القلم الجاف كده، سيليكون كده، وجواها بيبقى زي المكان الانبوبه اللي جوه بيبقى عمود من الفضه بحيث يدي صلابه. دي بنفتح فتحه في القضيب وبندخلها عادي خالص، واحده يمين وواحده شمال. احنا عندنا في المركز في عمليه انا مبتكرها متسجله باسمي برضو الحمد لله في الملكيه الفكريه، اللي هي عمليه على العجلان 2. دي بنطور عمليه الدعامه. تركيب الدعامه العاديه بيعمل كذا مشكله للعيان. اولا ان هو بيأثر طول القضيب من 2.5 ل 4 سم، وغالبا العيان بيجي اصلا بيشتكي من ضمور، فانت تقول له هأثر لك كمان 2.5 ل 4 سم هيتضايق. دي مشكله كبيره بالنسبه له. طبعا اكيد طبعا. تاني حاجه ان هو ما بيأثرش على زياده السمك، يعني العيان بيبقى فيه ضمور فانت ما بتحطها، العضو برضه بيبقى ضامر وضعيف، لا يزداد السمك. احنا بنزود السمك وبنعمل عندنا عمليه الطول اللي بنعوض بيها فاقد الطول، وبعدين ان احنا بنركب عندنا التركيب العادي في المركز العاديه بيركب اللي هو في النسيج الكهفي، بيدمر النسيج الكهفي. طبعا دي بتاثر على صلابه الراس اثناء الانتصاب، راس القضيب اثناء الانتصاب، ودي بتضايق جدا الطرف الاخر وبرضه الذكر. النقطه الرابعه ان هي ما بتعالجش سرعه القصف. انا لسه جاي لي واحد لسه عامله امبارح العصر، عامل دعامه من سنتين وانتصاب كويس جدا والدنيا كويسه، بس المشكله عنده ان هو سرعه القصف. بيقول لي انا ما يعني عامل سرعه القصف مش متعه. يعني فاحنا دايما دلوقتي بنقول ان احنا دلوقتي بندمج الاثنين، بنعمل عمليه سرعه القصف هنتكلم عنها لاحقا، بنعملها بشكل روتيني مع عمليه الدعامه. فانا دلوقتي الدعامه عشان استفيد منها استفاده كامله، بعمل معاه اطال العضو عشان اعوض الفقد اللي هو 2.5 4 سم وادي طول زياده، بزود السمك عشان برضه اعوضه عن الضمور اللي حصل، وبرضه حتى لو مفيش ضمور بديله سمك افضل، لان ده بيفرق اكتر من الطول بالنسبه للامتاع. ثالثا بعمل له اللي هو السبت يونيكال، ان انا بحافظ على النسيج الكهفي سليم بحيث ان هو لو بعد كده خد فياجرا او عايز يبقى في صلابه للراس ما عندناش مشكله، وده غير وارد مع الدعامه التقليديه مع التركيب التقليدي. الرقم الرابع، الحاجه الرابعه والاخيره، ان انا باخر له سرعه القصف، ودي اللي بتفرق كتير على فكره. نتيجه سرعه القصف مع الدعامه بتبقى عاليه جدا، يعني انا ممكن ينط من دقيقتين ل 45، ممتاز، ل 40 لحاجه و30. تركيب الدعامه ده بيبقى عمليه يعني؟ لا دي عمليه ما بتقعدش 20 دقيقه. 20 دقيقه هو بص كله بيقول هي بتقعد ساعه ساعه ونص، وفعلا في ناس كتير بتعملها في ساعه ساعه ونص، بس احنا الحمد لله ان احنا تخصصنا في النقطه دي من زمان قوي، فبنشتغلها بسرعه. يعني انت لو جبت واحده ست مطبخ شاطره جدا وقلت لها تعمل طبخه، وجبت الشيف جنبيها، الشيف هيعملها في 10 دقايق وهي تعملها في ساعه الا ربع، والاثنين هيعملوها كويس. الممارسه الكتير والحالات الكتير الاثنين هيعملوها كويس عشان نبقى واضحين، بس هو فرق ايه؟ بس فرق مع كتر التدريب والمران يعني. تمام. وكتر الشغل، فالحمد لله رب العالمين احنا بنعملها في 20 دقيقه. بنعملها ممكن تعمل بنج كلي او بنج نصفي، احنا بنفضل البنج النصفي. ما بنحبش البنج الموضعي لانه ممكن يعني ما يمكناش ان احنا نعمل افضل خدمه للعيان. لكن هو ممكن. بيخرج من عند حضرتك بعد يخرج بعد 4 ساعات. 4 ساعات؟ طبعا. يعني جراحات يوم واحد عادية جدا في نفس اليوم، الاستحمام عادي في نفس اليوم، احنا بنسيب الجرح مكشوف اساسا، يرجع يمسح ومطهر بشاشة 4 مرات في اليوم، بياخد ادوية لمدة 10 ايام، الـ 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 الاستحمام، قيادة السيارات، السفر بالسيارة او بالطائرة او باي حاجة مفيش مشكلة، بس مفيش لقاء مع الزوجة لمدة 30 يوم، لان احنا بنسيب الجسم يكون طبقة ليفية حوالينها عشان يحميها ويديها الصلابة اللي هي المطلوبة. تمام. زي ما اتكلمنا بقى على الضعف الجنسي ومشاكله، عاوزين نتكلم على حاجه يمكن اكتر شيوعا، اللفظ نفسه هو اكثر شيوعا في المجتمع ويمكن بيتظلم فيه مجموعه كبيره من الرجال، هم اللي بيظلموا نفسهم في تقييم نفسهم. يعني ان هو يقول لك انا عندي سرعه قذف، هو اعتقد ان هو مش عارف اصلا يعني سرعه قذف. مين اللي فعلا عنده سرعه قذف؟ سرعه القذف احنا في تعريفات كتير يقول لك اقل من 3 دقائق واقل من دقيقتين واقل من دقيقه، لكن احنا بنعتبرها عمليا. وانا راجل جراح، راجل عملي ودغري بالبلدي. انا دلوقتي في مشكله عندي امتى؟ لو الراجل بينهي اللقاء قبل ما توصل الزوجه الى النشوه،
خلاص بقى الزوجه بتوصل بعد دقيقه دقيقتين 10، انا عايز احل مشكله الشخص اللي جاي لي ده. انا لما اقول له انت طبيعي، يعني هو بيقول انا بعد 3 دقائق لكن زوجته ما بتوصلش قبل 7 دقائق، لما اقول له انت طبيعي وفقا للكتب الكلام ده صح، لكن على ارض الواقع الكلام ده غلط. وهو ما استفادش حاجه، ما قلت له انت طبيعي، هو مش جاي لي عشان اقول له انت طبيعي، هو جاي لي عشان اجيب له حل عشان يحقق، عشان يبقى حل الوضع الجنسي. لازم نقول الوضع ايه. فاحنا عندنا في كده علامات، يعني مثلا عندنا مثلا 27% من السيدات بيوصلوا سرعه القذف في اقل من، بيوصلوا للنشوه للموت على النشوه الجنسيه، وفي 90% اقل من 7 دقائق. فاحنا بنقول عشان تبقى الدنيا منطقيه 3 دقائق ممكن سبق. ممكن لا لا، انا انا دلوقتي لو بفرض ان عندي رجاله كلها 7 دقائق يبقى كده انا حليت 90% من المشكله. تمام، ده كلام نظري ان انا على اللي انا شايفه. انا دايما بشوف الراجل، يعني هو بيقول لي مثلا انا بعمل كذا، طب انت ساعات بتاخد برشام زمان؟ يقول لك انا كنت باخد رمضان كنت باخد كذا. طب الزوجه بتوصل بعد كام دقيقه؟ يقول لي مثلا بتوصل بعد 7، بعد 5، بعد 10. في واحد يقول لي بتوصل بعد 3 ساعه. طبعا احنا بنحاول بقى نحل الموضوع، نحاول نقرب. يعني احنا عندنا دايما ممكن ندي علاج دوائي او نفس الفكره برضه، يعني في البدايه حضرتك بندي علاج دوائي الاول تشوف الدنيا ماشيه ازاي. ومشكله العلاج الدوائي ان هو هيمشي عليه على طول، فطبعا في ناس كتير ما بتتقبلش النقطه دي، لكن فينا دايما بيبقوا الشباب، لكن كبار السن بيفضلوا قوي العلاج الدوائي، ما تفرقش معاه ان هو ياخد كل مره. تمام، دايما تلاقي راجل فوق ال 50 لا اقعد اسبري او علاج تاخده كل مره موافق. حلو، لكن الشاب الصغير ما بيتقبلش كده، بيعتبر انها يعني حاجه ضد رجولته. احنا عندنا رابطين مفهوم الذكوره بمفهوم الرجوله، مع ان الاثنين غير بعض خالص. علاقه يعني. ده طبعا لا، هو عندنا كده رابطينها كده طبعا، احنا كده صح يعني الشاب معاه عنده 13 14 سنه مقيمها كده.